نعم. بعض الذين يقولون ان يقول سمع الله الحمد من الامام، قالوا لو قلنا انه لا يقولها لازم من ذلك ان يسكت في هذا الحديث. نعم. وهو لا يسكت. وهو لا يسكت. نقول يقول ربنا ولك الحمد من السماوات الى اخر. اللي عند الرب يقول انا اقول يسكت. نعم. لا لا، عند الرب يقول ربنا ولك الحمد. المأموم عند الرفع يقول ربنا ولك الحمد كما يقول الإمام سمع الله لمن حمده.